هذا الفريق الحمد لله يعني تواصلوا، كل فريقنا الآن في الميدان متواجد مع الاحتياط كذلك، هيئنا لهم كافة السبل، دربناهم تدريب كافي وممتاز على استخدام الآليات معينة، نعتمد النماذج، نظام إشراف إلكتروني. وصلتنا لغاية الآن بحدود 5000 رسالة نصية من الميدان بتعكس درجة استعداد أو جاهزية مراكز الاقتراع والفرز، وعملية فتح الصناديق أو فتح عملية بدء عملية الاقتراع الساعة 7، والحمد لله هذه ستخرج عبر تقارير إحصائية وتقارير تعتمد مؤشرات حقيقية، حتى أنه إحنا يصار إلى تقييم العملية الانتخابية بشكل موضوعي بعيدا عن الانطباعات.